قرارات حكومية عاجلة لخفض أسعار السلع. توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على مبادرة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% و25%. 10 سلع رئيسية سيتم خفض أسعارها تضم السكر والأرز والزيت والبيض والفول والألبان والدواجن. تضم المبادرة تعليق رسوم وجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر. ستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار. توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين الأسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة. سيتم إعلان قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها وعدم الزيادة عنها. ستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.